شهد صباح اليوم أحد فنادق العاصمة نجمينا افتتاح ورشة العمل حول تعزيز كفاءة الباحثين في مجال الأبحاث للثروة الحيوانية لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان. المناسبة كانت بحضور المدير العام لمعهد الأبحاث في الثروة الحيوانية من أجل التنمية الدكتور آدم غجة. تقرير حارون أبا آدم. تعد الثروة الحيوانية من أهم دعائم الاقتصاد الوطني في بلادنا، وذلك نسبة لرؤوس الماشية المتوفرة بأعداد كبيرة، حيث تتميز البلاد بدولة رعوية بامتياز في الساحل. وبطبيعة الحال هناك آثار سلبية لهذه القيمة الاقتصادية، إذا فقدت الرعاية الصحية الجيدة قد تضر الإنسان والحيوان، كما أثبتت دراسات وأبحاث علمية بأن هناك أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان مثل الليستيريا الجمرة الخبيثة، داء التولاريميا سل وجدر الأبقار، الإصابة بالشريطية العزلاء، وهناك أمراض أخرى وهي مخاطر تهدد الصحة العامة. الأمر الذي دفع الشركاء على مستوى الاتحاد الأفريقي بتأسيس مشروع الشراكة الأفريقية للأبحاث العلمية من أجل التدخل بامتياز. ويعمل هذا المشروع على تأهيل الباحثين في مجال الطب البيطري وتزويدهم بتقنيات علمية تمكنهم من الرد على احتياجات صحة الحيوان والإنسان على حد سواء، وذلك بتحضير المضادات والتحصينات ضد الأمراض الوبائية والفيروسات سريعة الانتشار، حسب تصريحات مسؤول المشروع البروفيسور باسيرو بونفو. وأوضح أن المعلومات التي تعرض للمشاركين ستساعدهم في التنبؤ بوقوع كوارث وبائية يمكن أن تلحق أضرارا بالبشر والحيوان، وكيفية وضع استراتيجية فورية لمنع انتشار هذه الأوبئة وتوفير سبل الوقاية منها، إضافة إلى تحضير المضادات التي تحصن المواشي وأصحابها. المدير العام لمعهد الأبحاث في الثروة الحيوانية من أجل التنمية الدكتور آدم غجة أبدى عرفان الحكومة التشادية بأهمية هذه الورشة، كما أبدى أمله في أن تحقق الأهداف المنشودة في مجال صحة البيئة والارتقاء بالطب البشري والبيطري. فكرة جديدة جت في العالم، لازم الأمراض تنال الحيوان والأمراض تنال البشر، ده لازم نأمل يعني نشارك الشرشر دي يشاركوا عشان الأمراض دي كلها يعني يمرقون من الألم. والآن في تشاد يعني الأمراض يخص يعني حصل كل الجهد ده بذل في التبركلوز ده، أما مثلا مرة نقول هذا وبعدين هنجهم عن الكلاب والكلب ده اللي يزول في ما هتجينا ده، عندنا جهاز ممكن كان نال عندما ما اللي جوته الفيروس ذاته كله في مكاننا كان جابوه ده نلقوا نتيجة جا. وده يعني هسه الإيراد ده الستراتيجي التخصص في ده، دونك ده شغل مهم جدا، والناس هسه من خارج كل هسه يجوا يتدربوا فيها في بعد أنا فرشة ده. من بين هذه المجموعة من الباحثين 3 تشاديين يحضرون رسالات دكتوراه بمواضيع علمية مختلفة بهدف المساهمة في رفع كفاءات الموارد البشرية بقطاع الثروة الحيوانية على المستوى الوطني.